قبل الحدود. ايه. تفاجأت ايه طبعا. تفاجأت انه صرنا 20 سنة بيقولوا لنا العدو الصهيوني وبدنا نصلي بالقدس وبدنا وبدنا. ثاني يوم بلاقيهم على قاعدين على طاولة مفاوضات. يعني يعني في في شي... في شيء مش طبيعي عم بيصير بلبنان. <applause> رح أقول لك شغله أنا مش ضد يقعدوا على يقعدوا يرسموا حدود أنا مع إنه يكون في يعني سلام بيننا وبين حي الله دوله ريغاردلس مين الدوله نحن بدنا نعيش نحن بدنا نتمتع بحياتنا اللي باقيه بحياة أولادنا بدنا نشوف أيام حلوه لأولادنا زمان ما بقى فينا نعيش على هوا حدا نهار بيكون عدو ونهار بنرسم حدود معه لأ نعم هي أكبر كذبه نحن عشناها انا ما صدقتها بحياتي بس في ناس صدقتها وعشتها عم تحكي عن مؤامره هون اكيد في مؤامره شو بتسميها انا بحب دكتور سمير جعجع بس ما بيمنع انه دكتور سمير جعجع وسعد الحريري غلطوا انه وصلونا انه يجيبوا الرئيس ميشيل عون لنوصل على العهد الزفت اللي نحن وصلنا له وبدهم يتحملوا مسؤوليته الرئيس ميشيل عون بنتيجه هو فخامه رئيس هالبلاد شو الكلمه اللي بتوجهيها له يفل بكل بساطة بكل بساطة بس زبان رح لك شغلة أنا عم بحكي وطبعا صوتي أو صوتك مش رح يوصل لولا محل نحن عم نحكي مع حيطان مع ناس ما عندها دينين تسمع حكينا ولا ما حكينا رح يكفوا اللي هن بالدنيا بس بقول اذا في شخص منهم بحيلا مسؤول عنده ذره كرامه بينزل وبيستفتي اراء الناس فيه وعلى الأساس يا بيقعد يا بفل لانه كلهم بهيك حاله رح يروحوا